ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي. صباح الخير مرام. اسمعي صباح النور. مرام، نبدأ من روسيا. الحكم على الصحفي الأمريكي غير شكوفيتش بالسجن 16 عاما في روسيا، كيف يقرأ هذا الحكم وهل أثار ذلك يعني تنديد في هذا الموضوع؟ نعم اسماعيل، طبعا سجن لأكثر من عام بتهمة التجسس والتحقيق مع الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، صدر أخيرا قرارا من محكمة كترنبورغ الروسية بالسجن لمدة 16 عاما. ومن ضمن أيضا القرارات التي أعلن عنها رئيس المحكمة أندري مانييف، قال بأنه سيكون تحت نظام صارم، أي أن الظروف ستكون قاسية في فترة حكمه. وبالتالي هذا القرار دائما طبعا خلال فترة التحقيق وسجن غيرشكوفيتش لمدة أكثر من عام، كان دائما ما ينفي هذه التهم الموجهة إليه، إلا أن الكرملين قال سابقا بأنه تم إدانته متلبسا بالجريمة، كذلك أكدت الخارجية الروسية على هذا الشأن. لكن بطبيعة الأحوال كان هناك تنديد واسع لهذا القرار دوليا، إضافة إلى التنديدات الصادرة من صحيفة وول ستريت جورنال التي يعمل فيها إيفان كمراسل لها من روسيا. طبعا من خلال التنديدات في صحيفة وول ستريت جورنال، قالت بأن هذه المحاكمة غير عادلة، كون أنها جرت وراء أبواب مغلقة، وأن إيفان كان يمارس عمله كصحفي وتحت حرية الصحافة. أيضا كان هناك تنديدات من منظمة مراسلون بلا حدود، هي منظمة مسؤولة عن حقوق الصحفيين، قالت أيضا في تصريحاتها أن محاكمة غيرشكوفيتش هي انتهاك صارخ للعدالة والقانون، وهي احتجاز رهينة من قبل روسيا، وطالبت في بيانها الإفراج عنه بشكل فوري. أيضا رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا التي قالت بأن هذه المحاكمة هي صورية، كون أنها جرت بشكل سريع ودون أي أدلة قدمتها روسيا، وبالتالي طالبت أيضا بإطلاق سراحه بشكل فوري، وقالت بأن هذه المحاكمة تندرج في إطار الدوافع السياسية. أيضا الرئيس بايدن طالب بالإفراج عنه، وقال بأن احتجازه هو بسبب أنه صحفي وأمريكي يحمل الجنسية الأمريكية، وسيستمر في المطالبة والعمل على الإفراج عنه، كذلك إضافة إلى عدد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية والتي قامت روسيا باحتجازهم. عدا عن ذلك، ربما هناك بعض التوقعات التي تشير بأن احتجاز هؤلاء الأمريكيين ومن ضمنهم الصحفي إيفان تندرج في إطار ربما تبادل أو صفقة تبادل بين المحتجزين الروس في الولايات المتحدة والمحتجزين الأمريكيين في روسيا. لكن بطبيعة الأحوال هذه التنديدات أخذت أصداء واسعة، وبالطبع أيضا الكرملين أنكر جميع هذه الاتهامات وقال أو الإدانات الدولية، وقال بأن الاتهامات الموجهة للصحفي الأمريكي هي ثابتة عليه وضمن أدلة، حتى لو أن موسكو لم تقدم هذه الأدلة، لكن السجن لمدة 16 عاما بات أمرا واقعا على إيفان، وبالتالي ربما قد يكون هناك مساعي أمريكية بالفعل لإخراجه، لكن حتى الآن الحكم ثابت. وطبعا الإدانة هي التجسس ونقل معلومات لصالح الاستخبارات الأمريكية من مجمع صناعي عسكري روسي، وتعتبر المعلومات التي نقلها هي سرية للغاية، وبالتالي هي تهمة التجسس إضافة إلى الخيانة للعمل الصحفي كما أسمتها الخارجية الروسية. أعود إليك اسمعك. مرام، إلى موضوع آخر، محكمة العدل. سياسة إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي، ما تفاصيل هذا الخبر مرام؟
نعم، يعني أعلنت المحكمة العدل الدولية في لاهاي عن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وأدانت توسع الاستيطاني لإسرائيل والسياسات المتبعة ضد الفلسطينيين. حسب تصريحات نواف سلام رئيس المحكمة الدولية، قال بأن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين، كذلك أن إسرائيل سرعت من إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية. أيضا قال بأن أعمال إسرائيل تخالف القانون الدولي وتنتهك جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية جنيف، وهذا الأمر يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، وأن إسرائيل مارست العنف على الفلسطينيين وهذا العنف غير مبرر من قبل الحكومة الإسرائيلية. أيضا ترى المحكمة أن هذا التواجد بات غير مؤقت، أي أنه ليس استيطان مؤقت إنما يسعى إلى الضم، وبالتالي التواجد الإسرائيلي بات فرضا على الأراضي الفلسطينية وليس عبارة عن مستوطنات متواجدة بشكل مؤقت. طبعا هذه التصريحات أو الإدانات الدولية تبقى ضمن رأي استشاري غير ملزم التطبيق، أي لا يندرج في إطار تطبيق القوانين الدولية على إسرائيل، وبالتالي هي عبارة عن ربما بروباغندا إعلامية كبيرة على مستوى الرأي العام العالمي، والتي طبعا لاقت ترحيبا كبيرا سواء من الحكومة الفلسطينية أو حتى من الدول التي تطالب بخروج الاحتلال الإسرائيلي كما تسميه، والعودة إلى ما بعد أو إلى ما إلى عام 1967 في التواجد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. لكن بطبيعة الأحوال كان هناك أيضا إدانات لهذا القرار سواء من إسرائيل وحكومة نتنياهو أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت حاضرة بجلسات الاستماع وطالبت بعدم تمرير هذه القرارات ولو حتى كانت بشكل رأي استشاري. وبالتالي يبقى هذا الموضوع هو عبارة عن قرار دولي غير ملزم التطبيق من قبل الحكومة الإسرائيلية، ولكن بطبيعة الأحوال كان هناك عدد من المحتجين والذين يقفون إلى جانب الحقوق الفلسطينية، يقفون أمام محكمة العدل الدولية ويطالبون بتطبيق هذا القرار وإلزامه على الحكومة الإسرائيلية. هذه التفاصيل طبعا هي التي صرحت عنها المحكمة الدولية في لاهاي. تفضل إسماعيل. أو مرام، لو ذهبنا إلى ما حدث أمس، كان هناك عطل تقني عالمي تأثرت به الكثير من الشركات وحتى يعني المطارات، ماذا تحدثين عن هذا يعني أسباب هذا العطل؟ نعم إسماعيل، يعني بالفعل ربما حادث هز الشركات العالمية والمطارات المستشفيات وعدد من المراكز العالمية التي تعتمد في نظامها على العمل بنظام مايكروسوفت. طبعا من خلال التصريحات الأخيرة أنه تم تحديد المشكلة أو العطل التقني العالمي من قبل شركة الأمن السبرانية كراود سترايك، التي قالت بأن أسباب العطل حسب تصريحات رئيسها جورج كورتز الذي قال وكتب على منصة إكس أن كراود سترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين لاكتشاف هذه الثغرة وتحديث هذا العطل لتفاديه حول العالم لمستخدمي ويندوز، وقال بأن العطل هو بسبب تفاعل سلبي بين شركة كراود سترايك مع شركة مايكروسوفت، وهذا العطل أدى إلى توقف تلقائي لعمل البرامج أو عمل المطارات والشركات التي تعتمد على نظام مايكروسوفت. أيضا قال بأن تعطل الحواسيب في أنحاء العالم تم إصلاحه وتفاديه، لكن هناك بعض البرامج التي تحتاج لوقت لإصلاحها ولن تعمل بشكل تلقائي حتى إيجاد الحلول لهذا العطل. طبعا مع أن أيضا رئيس الشركة قدم اعتذار
لجميع المستخدمين ولجميع المتضررين حول أنحاء العالم. أيضا كان هناك حول هذه الأعطال التي جرت، أو البلدان الأكثر تضررا هي الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، إسبانيا، أستراليا، ولندن بعضها تضرر في إيقاف المطارات وعمل شركات الطيران ومشكلة الحجوزات في المطار وتعطل الساحة الجوية. أيضا كان هناك تضرر لشركات البورصة كما شاهدنا في بورصة لندن التي قالت أنها تضررت بشكل كبير. أيضا هناك توقف لقنوات بث إعلامية في هذه الدول وتعطل بنوك وأنظمة بنوك وشركات الاتصال في فترة العطل. لكن هنا يجب أن نذكر إسماعيل أن الدول الغير متأثرة بهذا العطل هما روسيا والصين. الصين صرحت أن هذه هي إيجابية الاكتفاء التكنولوجي وعدم الاعتماد على شركات أجنبية. كذلك الكرملين قال بشكل ساخر بأن من يعتمد على الشركات الأجنبية سيقع بهذه الأخطاء، ولكن روسيا تفادت هذه الأخطاء وهذه هي إيجابيات العقوبات المفروضة عليها. شركات الطيران والمطارات في روسيا والصين أعلنتا أنهما لم تتأثرا بهذا العطل واستمرت الملاحة الجوية بشكلها الطبيعي. وعدا عن ذلك الكثير من البلدان طبعا كان لها تأثير كبير على تعطل حركة العالم بشكل عام، وهنا نعلم مدى أهمية التكنولوجيا العالمية التي تعتمد عليها الأمن السيبراني وأيضا شركة مايكروسوفت العملاقة. لكن جميع التصريحات أكدت أنه لا يوجد أي هجمات سيبرانية، إنما هو عطل تقني عالمي كما تفضلت إسماعيل. أعود إليك. كانت معنا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي. جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.